السلام عليكم، ازيكم؟ كيف اخباركم واحوالكم؟ ان شاء الله طيبين وبالف صحة وعافية. احنا الحمد لله تمام التمام، وبيبي كويسة ما عنده اي عوجة، وانا تمام حسي بصحتي الحمد لله. شكرا لكم جميعا للفيديو الفات في تعليقاتكم، مشكورة جدا جدا للتعليقات الجميلة ودعواتكم السمحة. ان شاء الله يا رب الله يجبر بخاطركم، ولأي واحدة حامل برضو اللي قالت يدعو لها برضو، إن شاء الله يا رب ربنا يحلك بألف ألف سلامة وتفرحي بذريتك، وإن شاء الله الذرية صالحة. اليوم دارين نمشي لناس ماما، دارين نمشي هناك نتونس معاهم، نقضي شوية زمن ونجي راجعين. فقبل ما نطلع دايرة أعمل شوية فطور، نفطر قبل ما نمشي. فالمهم هنا عندنا شوية سمن، أنا كالعادة بحب السمن الني يعني بالرز زي سوشي والسيويد وكده، بحبه جدا. يا كمان ني بالصويا صوص برضو جميل بالنسبة لي. في بعض الناس احتمال ما بيحبوا السمك الني، طبعا ما كل الأسماك، لكن في بعض الأحيان في أنواع الأسماك ممكن ناكلها ني يعني زي سامن برضو. لكن لما أطبخ السمن ما بعرف، بحس إنه يعني لذيذ جدا طبعا، لكن بحس إنه بيجنع شوية بالنسبة لي يعني، رغم انه يعني ما دهني زي السمك البلطي دهني شديد، لكن ما اعرف بحس انه طعمه اجمل بالنسبه لي يعني. طوالي بعمل السمك البلطي بحبه جدا انا بدل السمن، فيهني انه السمن افضل. المهم الليله دايرين نعمل شويه سمن، وهنا عندي الجزر برضو، حشيت الجزر كده، ويلا عملت شويه سلطه هنا برضو بشويه زيت زيتون وملح شويه ليمون، وبعدين برضو نضيف شوية من المايونيز. طبعا عادي ممكن يعني نخلي السمكة نستوي في الطوا، لكن بس انا حسيت انه ما داير السمن بالذات عشان بيستوي بسرعة وممكن تفرتق لي في الطوا، ما عارفة ليه. فالمهم خطيته كده بس في الطوا خلال يعني دقيقة من كل اتجاه، ودخلته الفرن لخلال 5 إلى 8 دقائق يعني، لأنه أصلا هو بيستوي بسرعة يعني ما بيحتاج فترة طويلة. فهنا عندنا السمن زي ما شايفين استوى بطريقة جميلة، ويلا بس قدمته بالسلطة. وفي بعض الأحيان بعمل كده برضو وبعجنه بالرز والسلطة وباكله بالسيويد، جميل برضو. أنا طبعا بحب السوشي برضو جدا، فكنت محرومة يعني ساعة زمن الحمل كان، فالحمد لله حسي كده بخير، ممكن نرجع لمعقولاتنا اللي بنحبها. وصدقوا أول حاجة مشيت يعني اشتروا لي كمية من السوشي كان. فالمهم في بعض الأخوات كانوا بيسألوني عن الأماكن اللي بشتري منها المنتجات السودانية والحاجات الزي دي يعني، والأفريقية والعربية وين هنا؟ هنا يعني أنا عايشة في ملبن، للناس اللي برضو بتسألني وين انت عايشة، انا عايشة في ملبن. ففي ملبن لو عاوزين مثلا منتجات الافريقية ولا منتجات السودانية في اماكن معينة انا بعرفها، قد يكون في اماكن تانية، لكن الاماكن المعروفة للناس اللي عايشة في فيكتوريا يعني في ملبن هنا في اماكن زي فوتسكري. فوتسكري عنده كمية من دكاكين من المنتجات الافريقية يعني، في دكاكين سودانيين، أريتريين، أثيوبيين، صوماليين، نيجيريين، المهم في كمية من الدكاكين، في برضو أفغان، عرب، في كمية يعني من المنتجات زي دي هناك في فوتسكري، محل معروف يعني الحاجات دي. وخاصة جوا فوتسكري مول بتلقوا هناك كمية يعني من الدكاكين بتاعت الملابس الإسلامية والعبايات وحتى التياب والحاجات زي دي، عندهم كمية جوا فوتسكري مول. والعطور برضو يعني كل شيء موجود هنا متوفر الحمد لله. الآن زمان كان ما في، زمان يعني قبل 20 سنة كده كان الحاجات دي قليلة جدا إلا يرسلوها من السودان ولا يعني من بلادهم، بس الآن الحمد لله ما شاء الله في كمية من الناس من جنسيات مختلفة موفرين كل شيء يعني. حتى في بعض الناس هنا موفرين حتى الشحن، بيشحنوا لولايات تانية إذا الناس حبت كده، ف يا متوفر يعني. حتى الناس اللي كانوا بيسألوني إنه أنا قاعدة أجيب المباخر بتاعتي وين، بتاعت البخور،
أنا قاعد أجيبهم برضو من الأماكن دي، من محلات المنتجات السودانية والصومالية، عندهم هنا يعني كمية برضو، لأنه أنا ما قاعد أشتري غالبا أونلاين، بشتري بس من الأماكن اللي بمشيها هنا يعني. يلا كده على مشوارنا، ووصلنا ناس بابا وغيرنا الجو وتونسنا معاهم. If I had a boat, I would sail out, take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark, hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh, the water's black, 'cause it's black. It's all black. هنا تاني يوم، فبابا جاء وشال آمنة ومحمد، داير يوديهن السينما، دايرين يشاهدوا كان فو باندا فو. فالمهم آمنة هسي الأيامات دي آمنة ومحمد كلهم شغالين لي، كل صباح لما يقوموا بيسألوا بس دايرين يكونوا قاعدين مع خديجة. فالمهم متكيفين منها شديد يعني عشان فرق العمر، فما في غيرة ولا أي حاجة. فالمهم بعد ما هم طلعوا، أنا قبل يومين كنت عندي جزء من خشب الشاف، كنت دايرة أعمله بخور. فالمهم عندي كمية تانية برضو، لأنه ما حصلت كان عشان أسويه قبل الولادة، فقلت شنو ما فرقت كتير، عملت يعني نوعين تاني كان من بخور، فقلت شنو ممكن أحصل أعمل الشاف يعني بعد ما فرقت. فالمهم كنت نقعته بس بكمية من العطور، كان ممكن يعني خلال 24 ساعة ولا كم ساعة كده قبل ما نعمل البخور، لكن أنا بس يعني نقعته قبل يومين كان في كمية كده من العطور. وكل مرة بجي وبقلب القزازة عشان بس يعني نخلي الاتجاه التاني برضو من الشاب يزجي كويس بكل العطور عشان تزجي بصورة جميلة في الخشب، عشان بعدين يعني لما نحط الخشب في النار ما بيكون بس ريحة الخشب. وللناس الما سودانيين بيسألوني انه ضروري نستخدم خشب الشاف يعني للبخور، يعني لو دايرين نعمل البخور العادي غير بخور السندل، ايوة ضروري، لانه يعني ما اي نوع من الخشب نستخدم يعني للبخور. لو عاوزين تعملوا بخور السوداني ودايرين تعملوا مثلا بخور الشاف، لابد انه تمشوا محلات المنتجات السودانية وتسألوا عن خشب الشاف يعني للبخور السوداني، فبتلقوا هناك. وفي كمية برضو من الناس اللي بتسألني اللي في مصر، بتقول لي من وين بنلقى في مصر؟ في مصر برضو بتلقوا في محلات المنتجات السودانية عادي لو تبني يعني. فالمهم هنا خلاص بعد ما نقعته كان قبل يومين، جيت هنا عندي بس سفرة. انت شنو اول حاجة كان كبيته في الكورية دي، وحسيت انه الكورية صغيرونة الصينية، فقلت شنو حولت هنا. وزي ما شايفين كمية، انا كالعادة ما قاعد شنو ما قاعد اضيف الشاف في الحلة بتاعت السكر في البوتجاز، عشان بحس انه ما عارفة ليه، لكن بس ما دايرة الأرياح مثلا تخرب العطور اللي في الخشب، تحرق ولا أي حاجة. فالمهم أنا بس بحب إنه أكرمل السكر برا، وبعدين بجي وأضيف السكر هنا فوق الشاف يعني. لكن بإمكانكم إنه تضيفوا الشاف في الحلة ولا الطوة اللي أصلا كان قاعدين تكرملوا فيه السكر. فالمهم أنا هنا بس بحب إنه أعمل كده، و يعني بس دي طريقتي يعني متعودة عليها وبحبها، أفضل لي من إنه يعني أجي وأضيف الشاف في النار بالعطور. فالمهم دخلت كويس، ويلا نجي ونضيف العطور المعروفة طبعا للبخور الشاف والبخور السوداني. بنضيف زي بودرة الضفرة، بنضيف بودرة السندل، بنضيف فليل دمور، بنضيف المسك هنا، بنضيف برضو فايزة ممكن إذا عاوزين، يا بديل للسندل العنود يا سندل العنود برضو لو عندكم، يا الاثنين. أنا بحب أضيف اثنين مع بعض. وهنا عندي برضو زي ما شايفين ضفرة بعد ما نضفتها وقليتها وطحنتها، وهنا عندنا برضو شوية من التفل بتاعت خمرة الضفرة برضو، بحيث انه اضيف انا في بخوري.
وهنا عندنا صندل العنود، ونتأكد طبعا انه نجيب الصندلية الأصلية. فالمهم هنا بس نضيفهم كلهم مع بعض. لو حابين ممكن تضيفوا عطور تانية، يعني عطور زيتية على حسب رغبتكم، لكن الطريقة اللي بنعملها كالعادة هي معروفة وعندها مكونات معينة. لكن الآن طبعا أي واحدة ممكن تتفنن بطريقتها وتضيف المكونات اللي هي حابة، أصل يعني ما تتغيري كتير، بس شوفي العطور اللي انت بتحبيه وممكن عادي تضيفي، وممكن حتى تقسمي المكونات وتعملي يعني عطور مختلفة. فالمهم هنا برضو ما ننسى فلير دمور، فنجيب فلير هنا برضو نضيف كمية، ويلا نخلط كويس. وبعد ما نخلط كويس بجي وبضيف الكمية التانية برضو، وبضيف زيادة من كل العطور دي والأنواع البودرة اللي كبيتها هنا، وبرضو بكرمل لي سكر زيادة، وبجي بخلط عشان ما نخلص من البخور. وبعدين بس بحتفظ في البخور في برتمانية بتاعت قزاز، واتأكد انه البرتمانية تتقفل بصورة جيدة، وبس نحتفظ بالبخور في الدولاب يعني، ولا في محل مظلم ومغلق. وكل ما البخور قاعد كل ما الريحة بتبقى احلى. واذا عاوزة ولا حسيت انه بخورك يعني طول شديد وعاوزة تضيفي عطور ممكن عادي. في ناس كانوا بيسألوني بيقولوا لي حال البخور هيخرب لو قاعد فترة طويلة؟ يعني لا ما بيخرب، يعني لو انت عطورك كويسة يعني نهاية ما تضيفي موية ولا اي حاجة في البخور، بس تضيفي عطور يعني فما بيخرب. لكن لو انت حابة تجددي البخور ممكن عادي يعني تجي بعد فترة وتجددي نفس البخور وتضيفي بس مكونات تانية، يعني زي شوية من الدفرة وبودرة السندل وشوية ميسك وشوية عطور، وتجدد البخور بس عادي ما فرقت كتير. وهنا ضفنا الكمية التانية وضفنا باقي العطور كلها. ثاني يوم الصباح طلعنا مشينا نودي البيبي للكشف، وبعديها كنا دايرين نشتري غسالة ثانية، لأن غسالتنا عندها مشكلة.
فالمهم بعد الكشف غشينا السوق عشان نشوف الغسالة، وبعد الأشياء اللي عاوزينها من الآلات الكهربائية. طبعا خلاص رجعنا البيت، كنت دار اعمل لي شويه شعريه بمكسرات. فهنا زي ما شايفين عندنا انواع من المكسرات، وعلى حسب رغبتكم ما ضروري الانواع دي بالذات. فالمهم هنا عندنا المكسرات وهنا عندنا الشعريه، ونبتدي عشان نعمل الشعريه. وانا بس الطريقه دي برضو بحبها وجميله ولذيذه. فالمهم بس نجي ونبتدي نحمر الشعرية في شوية زبدة مع شوية زيت، يا ممكن عادي بس في الزيت، لكن الزبدة برضو بتدي يعني طعم جميل. بعدين عشان كده بستخدم شوية زبدة يا سمنة على حسب رغبتكم مع شوية زيت، وبس نحمر الشعرية لحد ما لونه يبدأ ذهبي وبني. وبعدين برضو نحمر المكسرات، لكن أول حاجة نبتدي نحمر المكسرات. أول حاجة يلا نجي ونحمر الشعرية، برضو بنعمل نفس الخطوات. هنا عندنا الزبدة مع شوية زيت، ونضيف كل المكسرات هنا ونحمرها شوية كده خلال 3-4 دقايق، وبعدين ننقلها لكورية تانية ونجي نضيف برضو تاني شوية زيت وزبدة ونحمر الشعرية. ويلا نضيفهم كلهم مع بعض، ونحل شوية من لبن البودرة. يا كمان اللبن العادي، لكن لبن البودرة بس يعني برضو عنده طعم جميل. بعدين كده يعني ممكن تعملوا نص نص، يعني نص لبن بودرة ونص لبن عادي. يا كمان اللبن العادي للناس اللي ما عاوزين يعني اللبن الدسم شديد. فالمهم هنا بس نقلت المكسرات بعد ما حمرتها، ويلا بعد كده نعمل الخطوة الثانية للشعرية ونخلطهم كلهم مع بعض في النهاية، ونضيف عليهم اللبن شوية ملح شوية سكر، وخلاص بتطلع لذيذة جدا جدا. للناس الحابة جربوها وإن شاء الله تعجبكم. فأنا بس يعني حليت شوية من لبن البودرة وضفته، وضفت شوية من اللبن العادي برضو. وبعدها لما المشارية تستوي عندنا عدة نغسلها. The stream. Then you walk.
saw me smile. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. You faded, blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us never felt more right? وكده خلاص خلصنا، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا زمن جميل معانا، وللمرات الجاية نشوفكم على ألف خير. مع السلامة.